مساء الخير، حلقة ريبلاي لليلة مميزة مع ضيوف مميزين. منبلشهم بالجزء الأول مع رئيس نادي السلام صليمة أسامة المصري. نادي السلام صليمة يلي طلع بالفوليبول طلعة صاروخية وحاليا عم بيلعب ببطولة الدرجة الثانية من دون خسارة مثله مثل نادي حبوب، أيضا بيلعب بالباسكتبول، بيلعب ببطولة لبنان فوتسال للدرجة الثانية، ومن مؤسسي اتحاد التسلق بلبنان. بالجزء الثاني الدراج اللبناني البطل رفيق عيد يلي عم يطمح انه يشارك برالي داكار تيكون اول لبناني عم بيشارك بفئه الموتويات رح يكون ضيفنا. لكن بالاول بدي رحب باسامه المصري رئيس نادي السلام صليمه من دبي. مساء الخير اسامه. مساء النور، هلا هلا، كيفك الي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. اول شيء مبروك هالباركور يلي عم تعملوه ببطولات الالعاب الجماعيه، ان كان باسكتبول او فوتسال او فوليبول، ورح نحكي كمان عن اتحاد تسلق. لكن بدنا نخبر الجمهور شوي عن نادي صليمه، تاريخه، حاضره ومستقبله. بس اول شيء، بس انا بدي اصلح لك بس شغله، اسامه سعيد انا، بس يعني باخر النهار نحن وبيت المصري يعني عائلة وحدة، بس قلت للتصحيح بس الاسم. اوكي تفضل. اوكي، نحن النادي تأسس سنة 1966، نادي قديم كثير، ومثله مثل كل هالنوايا يعني غايته كانت تنمية الروح الرياضية والمواطنة بالمجتمع وتشجيع الرياضة، وقامة النشاطات الرياضية كانت في البدايات. انا يعني هاي كانت قديما، انا واقع على النادي باخر الثمانينات، يعني وقت بلشت بلعبه الكره الطائره كان عمري تقريبا شي 12 سنه، وكان في عنا مثل مدرب ورئيس النادي في ذات الوقت السيد قاسم المصري، هو يعني صراحه اللي جاب لعبه كره الطائره على صليمه واهتم بكل النشأ الجديد. يعني كنا كثير نحن موجودين شباب كثير هيك باعمار صغار، وبلشنا ووصل مستوى يعني عندنا بالنادي لمكان كثير، صارت اللعبه عندنا قويه. بس بوقتها بتعرف كانت ايام الفوليبول يعني باحلى ايامها، خلينا اذا بدنا نحكي بالعصر الذهبي. بتذكر انا يعني على عمر 15 16 كنا ننافس، يعني باعمار صغيره كنا نلعب يعني بالفريق الاول والنافس. كان في بيام غزير وجيه القلمون، كلها اسماء يعني ما تلاقي ضايع غير ما فيها، نهر ابراهيم، المنصف، حبوب، كلها اسماء يعني كانت غنيه بلعبه الكره الطائره. ف كان في جمهور كثير حضننا وقتها، يعني انا ما بتذكر الا اي مهرجانات الصيفيه، يعني الفول هاوس على طول الملاعب بكل الضيع، مثل الشمالي بجبال، يعني نحن كان يمر الصيفيه كلها 60 65 ل 70 يوم، كل يوم عندنا مباراه في لبنان، يعني حتى احيانا نوصل على عكار وتلاقي ورانا جمهور فل بوسطات كذا. كان يعني ايام كثير حلوه بالفوليبول. اللي صار بعدين تعرف شوي الوضع، الاوضاع اللي صارت بلبنان صعبه كانت على الكل، ففي كثير نوادي ما قدرت تستمر، كان في عنده صعوبات. نحن كمان واجهنا لأسباب ظروف معينة، واجهنا شوية صعوبات، بس رجعنا خلينا نقول مؤخرا آخر 5 6 سنين بلشنا شغل بجدية، وقلنا بدنا نسترجع هاي اللعبة ونرجع على العصر الذهبي اللي كنا فيه من أيام زمان وأيام صليمة. طيب أسامة، خليني هون أطشك. عادة نوادي الضياع بيكون هدفهم المهرجانات الصيفية، بيكون هدفهم فترة الصيف فقط. أنتو صليمة صيفا شتاء النادي ماشي، وبعدين عم تلمسوا بطولة لبنان للدرجة الأولى بالفوليبول. يعني إذا بدي أحكي بالأرقام عم نحكي عم تنتقلوا من مكان إلى مكان أعلى بكتير. والله شوف، صراحة أول شيء يشكروا الشباب رؤس النادي اللي كانوا سابقا، يعني ما قصروا، بقوا مستمرين بالامكانيات اللي كانت موجوده، وجابوا دخلوا لعبه الباسكتبول ولعبه الفوتسال، وكنا من مؤسسين الاتحاد للتسلق الجبلي. انا يعني ما قطعت ابدا عن النادي، ظروف سفر بس كنت يعني متابع وكذا، بس مؤخرا يعني
خلينا نحكي اخر 3 4 سنين جيت انا بمايند سيت يعني خلص باهداف كبيره، ولا النادي بدنا يعني بالرسم الضايع وكذا نوصل لاماكن يعني جدا جدا بعيده يعني، ويكون عندنا خطه بعيده المدى واستمراريه نحن نمشي فيها. فقلت لك انا كنا وقفنا شوي بالاتحاد لكره الطائره، فجيت انا قلت خلص رجعنا بلشنا من الصفر، طلعنا من الدرجه الخامسه للرابعه، لعبنا فينال الرابعه وطلعنا بالثالثه، لعبنا فينال الثالثه وعملنا بطل، وحطينا هدف السنه ان شاء الله بالدرجه الثانيه مش مجرد مشاركه يعني. نحن صرنا لهلا لعبانين 13 مباراه وربحانين 13 من 13، يمكن النادي الوحيد ان احنا بالمجموعتين اللي مش خسران بعض ولا ماتش. انتوا وحبوب مش خسرانين صحيح؟ والله حبوب كان عندهم ماتش من يومين تقريبا والماتش يمكن ما انحضر ولا كذا، وتسجلت عليهم انه يعني صاروا عاملين 13-1، نحن بعد عندنا ماتشنا ال 14 بكره بيكون. نعم طيب. الهدف انه ان شاء الله مكفيين بالبطوله، وما بدنا يعني ما ان شاء الله ما حيكون في خساره، وهدفنا نحن من 5 سنين حاطينه نوصل على الدرجه الاولى ونلعب يعني بالدرجه الاولى، لانه بيستحق النادي صراحه يكون بالدرجه الاولى. طب بس بتختلف الامور يعني، انتم اليوم عم تلعبوا باولاد الضيعه ولا عم بتضموا لاعبين من مختلف المناطق اللبنانيه؟ واذا وصلتوا على الدرجه الاولى البادجت رح يفرق، كل شيء رح يفرق معكم يعني، وعم تلعبوا بمجمع ميشيل مر حاليا، ف في عندكم القدره انه تلعبوا بالدرجه الاولى؟ طبعا طبعا، نحن يعني ما تعبنا وحطينا خطه كل هالثلاث اربع سنين لنوصل بس مجرد للوصول للدرجه الاولى، نحن ان شاء الله حنكون بالدرجه الاولى وحنكون من الفرق المنافسين. هلا ممكن بعد اول فتره بدنا نحتاج خبره، تفرق كثير الدرجه الاولى يعني عن الدرجه الثانيه، فان شاء الله يمكن اول سنه يعني حيكون نكسب فيها خبره، وحنضلنا يعني نحن ب مثل ما بنحكي كونتينيوس امبروفمنت يعني نضلنا بتحسن مستمر، بس طبعا نحن جايين على الدرجه الاولى مجرد انه يلا نحن بالدرجه الاولى وعم نتسلى جايين، وبدنا هدفنا انه نحن ننافس صراحه. طيب اسامه، عاده اليوم الباسكت بول هي الرقم واحد بلبنان، ملاعب مليانه، ليش اخترتوا الفولي بول تطلعوا على الدرجه الاولى، ولا كمان رح تطلعوا بالباسكت؟ والله شوف، اول شغله سابقا يعني نحن خلينا نحكي بالتسعينات وما قبل، اللعبه الاولى هي الفولي بول صراحه، لانه ما في ضايعه، انا بحكيك من عن منطقتي يعني، نحن بالمتن ما في ضايعه بالمتن، وبالمتن الشمالي والمتن الجنوبي الا ما كان فيها فريق فولي بول وعلى مستوى وجمهور كثير كثير كبير، ما تستهين ابدا بجمهور الفولي بول يعني انا برايي هي اللعبه الاولى اللي كانت، وان شاء الله حترجع سائبه الباسكت لظروف دعم مادي وكذا وهيك، وصار في تسويق لها على التلفزيون وكذا، اخذت عزه اكثر يعني. نعم. بس الفوتبول لعبه يعني كثير عالم بحبوها يعني، في كثير عندي وكثير ضيع ولعبه ضيع وكذا وهيك، وان شاء الله هلا يعني شايفين انه الاتحاد عم يشتغل صح ومتجهين انه ترجع اللعبه الاولى ان شاء الله بلبنان. من يدعم نادي السلام صليمه ماديا؟ والله شوف، هي حاليا ما في يعني شرك يعني سبونسريه او هيك، هي كلها دعم يعني عم بتكون دعم من افراد محبين للعبه ومحبين للنادي يعني في مثلا الاستاذ غاسم مصري اللي هو كان رئيس النادي، هو رئيس الفخري حاليا، داعم معني ومادي من اول يوم يعني، اول ما وعينا على اللعبه نحن عم نحكي الشباب من اعمارنا من اول التسعينات لهلا على طول متواجد معنا، انا بالامكانيات الموجوده اللي عندي كمان من الداعمين الاساسيين يعني بالنادي صراحه، وفي كثير يعني فاجأنا صراحه في كثير انه محبين وداعمين يلي صراحة نحن يعني بعد ما تحركنا على سبونسرية وعلى ناس، بس بتشوف انه صارت تجينا اتصالات من كثير يعني محبين، وحتى من برات لبنان يعني، وحتى من برات الضايع يعني، ناس بتقول لك نحن بندعم وناس بتدعم وكذا،
ما بتخلى يعني، خاصة بهالظروف الصعبة يعني مرق فيها البلد، بتعرف أزمات معيشية وطبابة وشغلات والأمور، وبتلاقي إنه في ناس بعدها مآمنة بالرياضة وعم تدعمها. بس استاذ اسامه، عاده يعني تنحكي الامور مثل ما هي بتصير بلبنان، اذا هؤلاء الاشخاص وقفوا الدعم المادي لاي سبب اللي كان، النادي بيرجع بينزل، فما عندك خوف على المستقبل؟ صراحة لا، هيدا كلامك صح 100%، ونحن يعني ما عم نشتغل، يعني خلينا عم نحكي مش عم نشتغل بس انه عم نفكر باشياء استثمارية، وعم نفكر انه بلشنا يعني نتواصل مع حاليا يعني بهالفترة نتواصل مع سبونسرز وناس هيك، لانه مثل ما حكيت انت قادمين ان شاء الله على الدرجة الأولى، وبدها دعم وبدها استمرارية، ففي خطة وماشيين فيها يعني. نعم. لا احنا يعني مش مجرد بدنا نجي سنه وسنتين، ونحن عم نفكر بالاستمراريه، حتى اذا نحن يوم من الايام قررنا نوقف الداعمين الموجودين حاليا قرروا يوقفوا، انه يكون في استمراريه، بالاخص انه نحن اتجهنا وصلنا كمان بالدرجه الاولى. طيب استاذ اسامه، بعرف انه انت لاعب ورئيس نادي بنفس الوقت، وهيدي قليل ما تصير بالرياضه اللبنانيه، وبتجي من دبي لتلعب مباريات نادي السلام صليمه، قد ايه هالشي عم بيتعبك؟ والله شوف، هي بيعطيك موتيفيشن يعني، مش قصه انه فيها وبتصير مسؤوليتك اكبر يعني. يعني انا يعني داعم رئيسي ورئيس نادي وكابتن الفريق كره الطائره، ف يعني بس بيعطيك مسؤوليه اكبر، بس بيعطيك موتيفيشن يعني كثير كثير كبير. وصراحه يعني انا حاليا وصل عمرنا يعني 49 سنه اللي بعمري، يعني صراحه في ناس يعني بتلاقي صعوبه بتطلع على الدرج، بس صدقني هاي اللعبه بدمه للواحد، واذا انت بدك تكون مثل كمان لغيرك يعني. انا عندي الله يخلي اولاد الجميع، عندي ولدين واثنيناتهم، واحد عمره 12 وواحد هلا بيطبل 12، واحد بيطبل 14، اثنيناتهم بيلعبوا كره طائره، ومنهم واحد بيلعب كرة قدم مع مانشستر سيتي. فأنا بحس إنه بدك تكون مثل أنت للأولاد، ولحتى الأولاد كل الضيعة يعني. لأنه أنا بحب أقيس على حالي شخصيا يعني، وقت إجا سيد قاسم ومرنا، صدقني يعني هذا هدفنا الأول نحن، خاصة بالضيعة وغير الضيعة. أنت مش بس، أنا بدعي كل يعني بالضيعة كل المنطقه اللي حوالينا وكذا، لانه هلا نحن ابتدينا اكاديميات لكل الالعاب، يعني انا بدعيهم انه يركزوا على الرياضه، لانه صدقني مش بس انه انت صحيا واجتماعيا حتى ماديا يعني. انا كل حياتي اديتها بالرياضه، وعرفت انه مدى اهميتها بحياتي وشو تاثير عليها، حتى بشغلي يلي انا بشتغل بالامارات، يعني 80% من البزنس اللي باخده معارف كرة طائرة، يعني العالم تستغرب دخل كرة طائرة بالبزنس، بس صدقني الرياضة بتفتح لك علاقات، بتحسن لك كل حياة، بتحسن كل حياة الشخص. طبعا عم نخلق هالفرصة يعني صراحة بالنادي، فبتمنى انه الكل يكون يعني يتلف حول النادي، لانه بالنهاية هيدا النادي لكل المنطقة، مش بس لصليمة او اولاد صليمة. طيب استاذ اسامه، عاده العلاقات مع الاتحادات، يعني انتم علاقتكم كنادي مع اكبر ثلاث اتحادات بلبنان، باسكت بول، فوتبول، فولي بول، واسستوا اتحاد جديد ان شاء الله بيكبر وبينمى، كيف علاقتكم بهيدي الاتحادات وكيف شايفين عملهم؟ يعني راضيين عن عمل هيدي الاتحادات؟ والله انا بس احلى ما يقولوا، بس عم نحكي عن كرة الطائرة، أنا بس سألتك موضوع عن الباسكت، نحن صراحة عن باسكت بلشنا بالدرجة الخامسة وطلعنا على الرابعة، وهي السنة إن شاء الله يعني عاملين فريق كتير حلو، يعني هدفنا إنه إن شاء الله نقدر نطلع على الدرجة الثالثة. شوي بطولة الدرجة الرابعة كتير كتير صعبة، لأنه نوكت أوت و96 فريق، وبتربح ماتش بتطلع برا، ممكن الفرق المجهزه حالها وبدها توصل تلتقي باول ماتش ولا ثاني ماتش مع فريق كمان كبير ومجهز حاله بده يوصل. شوي عم بيكون في صعوبه بالبطوله، بس اخر النهار هيدا
هيدا النظام موجود ونحن عم نعمل يعني عم نعمل الماكسيموم اللي علينا، فان شاء الله كمان نقدر نوصل، ناويين كمان نوصل بالباسكت. بالفوتسال نحن الدرجة الثانية، كنا سنة الماضية ثالثة، السنة عم نلعب بالدرجة الثانية، حاليا الخامس بالترتيب يعني، يعني عم نعمل اللي علينا. بس في نية كمان، انه بتعرف انت بعدنا جداد على اتحادات، انه دروس اتخذها لتطور ترجع وتحسن حالنا للسنة الجاية ان شاء الله. نعم. بالنسبة لسؤالك، علاقتنا مع الاتحاد صراحة علاقة جدا ممتازة، خاصة مع اتحاد كرة الطائرة، يعني برئاسة الرئيس وليد الغصوف، يعني صراحة أخذنا الثقة، الرئيس وليد يعني شخصية محترمة وبنوثق فيها، ومثل ما بنحكي بالدارج باللبناني أنه شخص آدمي. فصراحة يعني وجوده من الأمور، وخاصة آخر سنتين ثلاثة فرقت كثير الفوليبول، يعني كانت وصلت لمحل انتسي، فشفنا كثير أنه بلشت تتطور وتدخل على البيت وتصير أنه بمحل يعني نحن حابينها تكون فيه. بعد في كثير لازم أشياء بالإمكانيات يعني، لأنه الموجودة يعني لازم بعدين تتطور أكثر، بس نحن يعني أخذنا الثقة بالاتحاد صراحة اللي موجود. أنا في كثير عندي أصحاب داخله وبعرفهم، مثل ناجي باسيل من الفدار، غسان فرداحي، يعني في شويه شخصيات اللي بنعرفهم من زمان باللعبه، بحبوا اللعبه، جايين يشتغلوا للعبه. فهاي الامور كلها على بعضها شجعتنا انه لا، نحن نستثمر بهاللعبه يعني بالاجيال اللي جاي وبكذا وهيك، وخلتنا نمشي بالموضوع يعني، ناخذ ساعه نرجع بالكره الطائره. طيب خبرني، اهالي صليمه قد ايه مبسوطين بفريقهم عم يطلع على الدرجه الاولى بالفوليبول بالفوتسال بالباسكت؟ يعني قد ايه مبسوطين اهالي الضيعه بالمسيره اللي عم تعملوها؟ والله شوف، انا قلت لك نحن بمنطقه صليمه وبكل المناطق اللي حوالينا يعني اللعبه بحبوها كثير يعني صراحه، ففي دعم معنوي يعني كثير كبير وكثير مبسوطين. وانا جيت يعني اشتغلت كثير على موضوع، بتعرف كل شيء صار هلا السوشيال ميديا وهي الامور، فكثير اشتغلت على السوشيال ميديا، حاولنا نوصل لابعد اماكن ممكن نوصلها، يعني نحن مش بس عايشين بالضيعه او بمنطقتنا، يعني في ناس من افريقيا عم تحكينا، في ناس من البرازيل، في ناس من يعني بتلاقي من يعني من العالم كذا، انه عم يحضروا الجيمات عم بيتابعون، فكانت شغله جدا صراحه مهمه. طيب ما بدي اتقل عليك، بعرف انه الحمل المادي كثير كبير خصوصا بهيدي الايام اللي عم نعيشها، بس بهالرؤيه اللي حاططها للمستقبل انت ورفقاتك باللجنه الاداريه، عندكم شيء هدف انه تعملوا مثلا قاعه مكفله لنادي صليمه بصليمه؟ لانه بعرف كل الضيعه فيها ملاعب مكشوفه وملاعب على قد الضيعه يعني، بس طالما هالمنطقه فوق يمكن بحمينا في قاعه مقفله فقط، بس انتم حابين انه في هدف عندكم لتروحوا تتوسعوا هالقد؟ والله هذا واحد من الاهداف الاساسيه عندنا، لانه بتعرف بالنهايه نحن ببلاد جبليه وعندك ست سبع شهور ما فيك يعني ما فيك صعب يعني تلعب فيهم، يعني بدك وانت كفريق بالدرجه الاولى بالالعاب الثانيه بدك تقوي الالعاب الثانيه، بدك توصل تتصنف، بدك يعني تتمرن صيف شتي، غير انه نحن كمان عندنا نظريه انه الاستمراريه ما بتجي الا كمان من الجيل الجديد، فلازم يكون في اكاديميات مستمره مش بس بالصيف كمان. ف يعني هيدي ضروره جدا قصوى انه يكون عندنا صاله مقفله. وصراحة نحن يعني حطينا مثل هدف وناويين يعني ان شاء الله، وعملنا شوية مخططات شوية برسبكتيف، ناويين يعني نمشي بهذا الموضوع، بس قسمناه لمراحل، يعني قسمناه لخمس مراحل. السنة حنبتدي يعني هلا، ممكن هلا اول شهر الجاي نبتدي بأول مرحلة، و يعني مثل ما بقول يعني ان شاء الله التوفيق، يعني هذا هدف اساسي وماشيين فيه يعني باتجاهه. تنختم اطلالتك معنا رئيس اسامه، السؤال اللي بيطرح حاله وحكيت عنه حضرتك، الاكاديميات والاهتمام بالنشأ الجديد، اليوم النوادي اللي ما عندها
ناشئين وعم تستورد من برا، بتكون عم بتحط كل شيء بيجيها دعم مادي على استقطاب اللاعبين. الناشئين عندكم ممكن نوصل لمرحلة يكونوا كلهم أولاد الضيعة أو كلهم أولاد المنطقة المحيطة فيكم، ونشوف اكتفاء ذاتي بالنسبة للعيبة من وراء الأكاديميات، ولا رح تكون كمان في بعض النوادي بيفتحوا أكاديميات ليستفيدوا ماديا ليقدروا يكفوا؟ لا شوف، نحن والله صراحة عندنا يعني بالأخص أكاديمية كرة الطائرة يعني ما عم ناخد، يعني ما عم بيكون في أي فيز على الأولاد الجايين، بالعكس نحن عم نطلع يعني عم نطلع للمستقبل أنه نبني أجيال جديدة أنه لا هي لتستمر. هلا أنت بحاجتك للعيبة من برات منطقتك، هيدا وضع طبيعي خاصة إذا أنت بدك تنافس، بس هو يكون عندك الاساس انه اولاد منطقتك. صح. هلا احنا حاليا عندنا شويه ناشئين، عندنا شيء 4 5 وجيدين جدا، وان شاء الله يعني انه بالمستقبل بشوفهم انه هن بيقدروا يحملوا الفريق. بتبقى انك انت بدك ناس من مناطق ثانيه، هيدي ما يعني هي ما بتخلى الامور، يعني حتى هي لعبة كرة الطائرة يعني صدقني يعني من أول ما وعينا على الدنيا لعبة يعني تحسها عائلية، يعني عندنا أخوان بالجنوب بالشمال كذا، وما حتخلى يعني لو بدك تتكل على كل أولاد ضيعتك أولاد منطقتك بده يدلوا بالفريق معك حدا من مناطق ثانية، ويلي هن عامل لك صار يعني صارت أخوية يعني هاي اللعبة. عادة هلا مش موضة هي، بس انه كتار من النوادي وخصوصا بالاطراف عم بيعتمدوا او عم بينشئوا فرق للسيدات. كيف الوضع عندكم؟ في انسات وسيدات بحبوا الرياضة وممكن تشكلوا فرق لهيدي السيدات؟ والله صراحة كان في السنه الماضيه، كان صراحه لانه انا خلصت يعني تعلمت بالاليو، صراحه كان في حديث انه بنات الاليو يعني يكون يعني نحن وياهم انه نعمل فريق ونلعب تحت اسم سليمه، ومنها بتكون يعني شوي نقدر شوي كمان بنات الضيعه كمان انه ينخرطوا ونبلش نمشي بهذا الموضوع. بس اللي صار صراحه صار في شويه تغييرات، في لاعبات جيدات كانوا كذا منهم راحوا على انديه ثانيه، بتعرف هي بتصير الانديه اكثر تسحب لاعبين كذا بده يعملوا هيك، فشوي ما ركب الفريق كله مثل ما كان بنا، بس النيه موجوده. لا اكيد يعني نحن ناويين كمان انه يكون عندنا فريق سيدات، يعني كمان عم نفكر بهذا الموضوع ويعني عم نشتغل عليه. أنا بدي أقول لك يعطيك العافية أسامة سعيد رئيس نادي السلام صليمة، يعطيكم ألف عافية، لأنه هيدي الفرق الحقيقية وهيدي الفرق يلي هي من فرق الضياع والمناطق اللبنانية، ما تكون ألعاب محصورة بمناطق محددة. بدي منك هيك كلمة أخيرة للاعبين نادي عندك ولأهالي المنطقة المتن الأعلى. والله أنا مثل ما حكيت بالمقابلة، أنا هي مش مجرد شوي عنا بمجتمعنا أحيانا بياخذوا أنه هي أنه واحد يتسلى يروح مجرد رياضة. أنا صدقني أنه أنا يعني بدعي كل الأهالي أنه تخلي أولادهم يعني هذا النادي ناديهم، ويبعثوا أولادهم على الأكاديميات، لأنه صحيا واجتماعيا وبعدين لمستقبلهم ماديا هيكون في إفادة أنا عشتها شخصيا بحياتي كلها على مدى يعني من وقت ما كنت ولد لهالمرحلة، وحتى عم طبقها على أولادي، يعني مستقبلهم هنيك. والرياضة هي بلبنان يعني هي اللي بتجمع، وهي يعني اللي بتبني المستقبل للأولاد ولكل العالم. أهلا وسهلا فيك أسامة سعيد رئيس نادي السلام صليمة، ونتمنى لكم التوفيق بمسيرتكم، ونتمنى نشوفكم بالدرجة الأولى، ونحن كنا من يلي ساعدوا بإطلاق الكرة الطائرة اللبنانية عبر النقل التلفزيوني لسنوات طويلة. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله المستقبل بيكون لإلكم ولكل الفرق من كل المناطق اللبنانية. أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا إلي، شكرا على هالمقابلة الحلوة، وإن شاء الله يعني نوعد نحن مثل قلت لك نوعد جمهورنا أنه نحن النادي مستمرين بغض النظر عن
الربح وخسارة، هي بتربح بطولة تخسر بطولة. أحيانا شوي بنشوف شوية نوادي أنه بتبقى شوي يعني في يعني عصبية بين بعضهم وكذا، بس صدقوني هو الربح أنه استمرارية والنادي مشارك والأجيال الجديدة، تربح بطولة تخسر بطولة آخر النهار مش هيدا ربحك الحقيقي. يعني نادي البوشرية السنة عامل خامس، أكتر نادي عامل بطولات، صح مش معناتها أنه نادي البوشرية أنه والله أنه كيف خسر بطل أنه مش منيح، لا بالعكس بسطنا فيه السنة، نافس ونافس بقوة واسم كبير وبيضله كبير، وهي بهاي بالنهاية الأندية كلها مهم أنه يستمروا بس بهاي اللعبة وهذا المكسب ويجيبوا ويعملوا أجيال جديدة. شكرا لاطلالتك اسامه، انا بدي اقول لك يعطيك الف عافيه. مشاهدينا هذا كان الجزء الاول من ريبلاي بريك صغير، نرجع بالجزء الثاني مع الدراج اللبناني رفيق عيد يلي عم يستعد للمشاركه برالي دكار. عوده لريبلاي وضيفنا بالجزء الثاني البطل اللبناني الدراج رفيق عيد. رفيق، أول شيء مساء الخير، ثاني شيء بعرفك عضو باتحاد اللبناني للدراجات، بعرفك بتركض ترياتلون ماونتن بايك بطل لبنان أكثر من مرة، هلأ بالموتوكروس، هالمسيرة والعلاقة مع الرياضة كيف توصف لنا إياها؟ أول شيء مرحبا للكل، ورياضة أنا بالنسبة لي هي مثل دين وحده، بيريح الانسان وبيشيل كل الستريس عنه. قصتي مع رياضه طويله، انا بلشنا اكثر شيء بالسايكلينج اللي هي كنا وهلا بالفيدريشن بالماونتن بايك، ورجعنا تطورنا لصرنا بيور اتلات راكد وسباحه وبيسيكلات اللي هن ترياتلون. من هونيك رجعنا فرقنا لنصير بالاكستريم سبورت اللي هي شوي فاتت الشقفه بالماونتن بايك اللي هي داون هيل اللي هو الانحدار السريع. وبعد الانحدار السريع وشاركنا بآسيا كذا مرة وحققنا نتائج بالبطولة العربية، جبنا تاني للبنان. هلأ عم نشتغل على الدراجات النارية. الدراجات النارية اللي هي الموتو كروس أو الليفل الأعلى منها، هي عم نروح على الرالي. هلأ عم نشارك بالرالي ببطولة العالم، كل الجولات رح نشارك فيها. أول جولة عملناها كانت بمنطقة اسمها حائل بالسعودية، محل ما بيعملوا دكار. وهلأ واصلين على تاني سبق، عملنا سبق واحد بالبرتغال كان 5 ايام، الاثنين بحائل قدرت تجيب نتيجه ثالث بالمخضرمين اللي هن عمرهم فوق ال40 يعني، وبالرالي البرتغال اللي هو كمان جوله من بطوله العالم قدرت تجيب ثالث بالمخضرمين. هلا ورايحين على اسبانيا باثنين الشهر، ان شاء الله اذا قدرنا نكمل النتائج نقدر نحسن شوي للثاني ونقدر باخر السنه نوصل للاول. طيب رفيق، بس التحضير هيدا كله بعرف اليوم الاوضاع صعبه اقتصاديا والبلد على كف عفريت مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج، رفيق عم بيغرد غير مطرح، يعني حائل برتغال اسبانيا، بدك تروح على دكار وبتكون عم تعمل نقله كثير نوعيه بالنسبه لك وبالنسبه للرياضه اللبنانيه، هيدا شيء بده تحضير بدني، بده تحضير ذهني وبده مادي، مين عم يدعم رفيق عيد؟ هلا للداعمين عندي سبونسرز اللي هن موتيل واليفايت وشركه من الامارات اولد تايمر، والباقي دعم خاص مني انا. هلا الفرق اذا بدك تشرح لي، اشرح لك انا شوي كيف بعملها. انا ما بتعاطى بالامور اللي ما بقدر اغير شيء فيها، يعني وقتها اذا بدك صار شوي الازمه الاقتصاديه بلبنان واخذوا كل المصاري بالبنوك، بلشنا نفكر كيف بدنا نرجع نعمل مصاري. إذا ما نضلنا نخبر بعضنا ونشرب قهوة ونحط كاس نخبر إنه قرصونا المصريات من البنك، مش رح نعمل شيء فيها. فما ضيعت وقت أنا. فدغري تنتقل، هلا مثلا الوضع متأزم بجنوب، أنا ما بفهم بالسياسة، فإذا بدي ضلني أقعد حلل ليش بده يصير وشو بده يصير، كمان بضيع وقتي على الفاضي. فما بضيع وقت أنا، بوعى الساعة 5 الصبح بعمل 3 ساعات تمرين، بيكونوا بالإجمال سايكلينج. وبقلع نهاري بروح على الشغل، بخلص شغل الساعة 4، برجع من الساعة 4 للساعة 7 كمان تمرين على الدراجة النارية، وبريح يومين بشوف العائلة بشوف شو في قصص لازم تنعمل تأخرنا فيها، بنجلس وضعنا. هلا ماشي هيك أنا.
فبس الأهم شيء إنه ما بشغل راسي بقصص ما بقدر أعمل نتيجة فيها بعتقد. أوكي، اللي عم تقوله كتير حلو، لكن هيدا بده المصاري اللي أخذوا لنا إياهم. هالشركات الداعمة عم بتكفيك ولا في مجهود شخصي منك ولا في مساعدة من حدا؟ في دعم خاص جاييني من شركة سوفي دو فرانس اللي هي شركة أنا بديرها، وهي بارتنر مع كمان شركة فرنسوية، هن آمنوا بالمشروع اللي أنا رايح فيه وداعميني أساسيا. يعني وقت اللي بتكون مأزمة الخبرية هن بيعبوا الفراغ. هلا لو ما أخذونا المصريات من البنك كنا رحنا على دكار سنة الماضية أو القبلة. طيب ليش حطيت براسك دكار؟ يعني عم بتشارك بثمان جولات بطولة العالم الباها بكل المناطق، وعندك كمان مشاركات قبل بعدد كبير من الدول، ليش حطيت براسك دكار؟ رح لك ليش. لأنه بهذا السبور أنا بلشت موتوكروس، ما فيك تبلش لتروح على شيء غير ما تبلشه مزبوط. بلشت موتوكروس بمدرسة اسمها ميكس أكاديمي اللي هي نحن فرع لقلب لبنان، وعنا فرع بدبي، الفرع الأساسي لقلب سويسرا. هيدي الأكاديمي بتعلمك الأصول كيف تركب دراجة نارية. من هون بتتحول من هواية خطرة على الطريق بلبنان لتكون هواية رياضية بتمارسها أنت بحلبة مسكرة، مراقب من قبل انستراكتورز ولابس كل البروتكشن من الهلمت للتشست بروتكشن للنيز للبوتس لكل شيء ليكون عم تعمل شغله مزبوطه. لانه هذه الرياضه بلبنان كان نصيطه شوي اكثر للزعران وللي بيقبقبوا على الطريق بلا طاسه وبيزعج الناس وبقى حاطط بلا فلتر بيطلع صوت قوي والعالم بتسب له. سو اخذت فكره العالم عن هالرياضه انه هيدي للزعران. انا وقتها بال 2010 جيت بدي بلش فيها، اكيد في كثير ناس لاموني قالوا لي انت انه كل سيرتك بالرياضه مع الطبيعه ومع كل شيء رياضه سايكلينج وركض وسباحه، ليش رايح على هالدومين؟ رحت على هالدومين لوقت رحت على سويسرا شفت انه سويسرا سابقيننا بكثير هنيك، ولقيت انه هالرياضه تبع الدراجات الناريه متطوره 10,000 مره اكثر من هون، بس لانه حاطين لها قانون وعم بيمارسوها بالطرق اللي لازم تتمارس فيها، وهي اكيد فيها عايز كل هوديك لتعمل هيدي. يعني هي رياضه اخر النهار، منا بس تقعد تدعس بنزين على الدراجه. سو بس عملنا الخبريه مزبوطه صار الحلم يكبر. هلا بلشنا موتو كروس، سبقنا بايطاليا بالمانيا بفرنسا، بايطاليا قدرت اجيب نتائج كمان، جبت ربحت السيزون كله تبع شمال ايطاليا اللومبارديا، وشاركت بدبي كمان جبت نتيجه ثانيه ببطوله دبي للاندورو كروس. لقينا انه المرحله الاقوى من هيدول هي الرالي. هلا فتنا بالرالي، نحن اللي عم نحكي عنه شيء باها هو بيكون رالي على يومين، وبس احكي شيء اسمه كروس كونتري بيكون رالي على 5 ايام او 6 ايام. هلا مثل كل شيء انا بنقي اقوى شيء وين فيه ماكسيموم اوصل لحتى لي انا هذا طبيعتي هيك، يعني بحب القصص اعمل الماكسيموم اللي بنعمل فيها. الموتو كروس بلشنا بلبنان، رحنا على اوروبا، جينا على الخليج، هلا عنا الرالي، الرالي بنروح على كل العالم. اقوى شيء بهيدول كلهم من بطولة العالم هو دكار. سو دكار بالنسبة لي هو الالتيميت تبع الموتو، يعني أكثر شيء فيك تعمله بدومين الدراجة النارية هو إنك تروح فيه على دكار. دكار هو 12 نهار كل يوم بنسوق بال 700 ل 800 كيلومتر، بيريحوك نهار اللي هو سادس يوم، واللي بيقدر يعمله هو اذا بدك ليل كثير، يعني من كل العالم بيعملوا سيلكشن. هلا كل اللي عم بعمله انا هو لنقدم الفايل على دكار بشهر 6، بكون مشارك وجايب نتائج ومجمع بوينتس، ومن هونيك بقرروا اذا ايه او لا. يعني مش كل اللي عم نعملهم بانه اكيد 100% انك تروح، لانه بدهم يكون في بروف انه هالرايدر هو بالمستوى اللي لازم لحتى اللي يقدر يروح. اوكي، وانت هلا شو شايف حالك؟ يعني نحن موعودين صرنا هلا كاعلام لبناني وكجمهور لبناني موعودين، انه قبل كان في حدا عم يجرب يشارك بسياره ما يمكن قلع ووقف، اليوم املنا عليك. ايه هلا انا كمان حاطط امال كبيره، لانه انا الهدف هلا من البرتغال، انا كنت بعني جاي هلا من البرتغال، كان هدفي بس خلص السبق، ما كان هدفي لا اطلع بوديوم ولا اجيب نتيجه، بس نفوت بالخبريه. عم بتكون اللياقه البدنيه تبعتي عم تساعدني كثير، لان جاي من باك جراوند مثل ما حكينا كله اتلت، بس يطول السبق ويصير المراحل. يعني النهار اللي كان عندنا فيه 700 كيلو قدرت من نص نهار وبالطالع صير ثاني انا، بس بالمجموع العام بقيت ثالث، لانه اول نهار اكلت بناليتي 18 دقيقه
كمان للخبره اللي ناقصه، لان هذا ثالث رالي بتشارك فيه، كان في محل لازم اوقف ما وقفت اعطوني بنالتي، لو ما هيك كنت اقدر اجيب ثاني. هلا من ثالث نهار وبتطالع بلشت احس انه لا، المستوى تبعي منه بعيد عن انك تجيب بوديوم، وغيرت باستراتيجي تبعي. بدل ما احط استراتيجي ضلني انه حيالله طريقه خلص السبق اوصل لاخذ بوينتس لدكار، حبيت خلص السبق وجيب بوديوم، اللي هو اكيد بيساعد يعني وقت ينظروا لرايدر اليوم واقف على البوديوم مع الجي بي رايدرز، غير ما ينظروا لك انه ايه مخلص السبق مثله مثل غيره، وفيك لازم يشارك بسبق اصعب. يعني لحديت هلا ما فتت على رالي من دبي للسعوديه لهلا غير ما انهيتها على البوديوم، فهذا امل كبير كمان لإلي انه ما في ريزن يرفضوا الفايل، وانا مكمل لكمل البوينتس، يعني ما يكون في اذا بدك ولا نقطه ضعيفه بالملف لحتى ما ينرفض. طيب خليني اتوقف انا وياك والمشاهدين مع بريك اعلاني قصير جدا ونرجع. اكيد. عودة لريبلاي مع الدراج اللبناني البطل رفيق عيد، عضو الاتحاد اللبناني للدراجات، في يقول عنه مسبع الرياضات بلبنان. رفيق، اليوم عم نحكي بدكار، عم نحكي بنقلة نوعية كتير كبيرة، إن كان على الصعيد البدني وإن كان على الصعيد التقني. أول شيء بلبنان قادر تتمرن لرالي بصعوبة الراليات يلي عم تشارك فيها بأوروبا أو دكار؟ يعني رالي صحراوي نحن ما عندنا محل تتمرن فيه هون. هذه أصعب شقفة بكل المرحلة، وجودنا بلبنان، وجودنا بلبنان عم ببعدنا شوي عن المستوى العالمي، لأنه مثل ما قلت الوضع منه كله منيح. يعني اليوم إذا بدك تتمرن بلبنان عندك تمريني 500 كيلو، بدك تقلي عن الشمال بالجنوب ترجع مرتين، وإذا بدك تطلع على الجرد مش كل الجرد فاتح تقدر توصل لبنان لتتمرن. هذا الشيء عم أكيد عم شكل لي صعوبات، عدا عن أنه أنا الوحيد اللي عم بشتغل على هالنوع من الرياضة اللي هو ما عندك رودبوك. رودبوك هو كناية عن طريق بيبقى واحد رسمها وأنت بدك تلحقها، اللي هي الطريقة اللي بنعمل فيها الرالي. يعني ما بكون عندك علم بالمسار، بصير بدك تطلع قدامك وتسوق وتعلي السرعة، وهذا الشيء الصعب بلبنان ما عندنا إياه. هلا اللي قدرت أعمله أنا بالتعاون مع شركة بالبرتغال، عندي الطرقات اللي انا سايقهم على الجي بي اس، ودينا لهم اياها لحتى يعملوا لنا اياها روتو. المشكله اللي عم نعانيها مش كل المناطق بلبنان مفتوحه على بعضها، يعني عندك شقفه بعلبك الهرمل والشقفه اللي ورا منطقه عسكريه كمان تقطش، تقطع من دهر البيضاء بتروح صوب جزين كمان تقطش، سو عم نشتغل بالمناطق شوي اللي قادرين نشتغل فيها. زايد على هيدا ما بيأدي، عم نسافر اكثر صوب دبي اللي هي شوي البادجت بيكون ارخص من اوروبا. افونتاجي انا على اوروبا انه طبيعه الارض باوروبا قريبه كثير على طبيعه لبنان، يعني هلا رالي البرتغال خمس ايام اذا رح اقول لك كيف بعرف حالي مش بلبنان، بس انه بتطلع بالناس عم بحمسوك وبتطلع بكل شيء نظيف بقلب الحراش، عدا عن هيك بتفكر حالك بلبنان، يعني نفس الطبيعه، محلات احجار، محلات مثل الجرد، محلات بساتين، تراب احمر، كل مثل عنا، يعني كأنك موجود بالضياع عنا بلبنان. الفرق هي العالم والكالتشر اللي موجودة بأوروبا، اللي نحن بنتمنى أكيد يصير نهار بلدنا نظيف، العالم مش زادت أغراض البيكنيك تبعها بنص الطريق، يشوفوا رياضة يحمسوها مش يسبولك ويركضوا وراك بدون يوقفوك لأنه ماري، إنه هدول إدوكيشن وكالتشر ما فيك تجيبهم بسهولة، بدهم وقت. رفيق، بلبنان عنا اتحاد للدراجات النارية، في أي مساعدة من قبلهم؟ في تواصل معهم؟ ايه، في الـ FIM اللي هي الفيدراسيون انترناسيونال دو موتوسيكل اللي هي الاتحاد العالمي، بتمثل هون بالنادي اللبناني الـ LMC اللي هو رئيسه علي داغر، وأنا على علاقة جيدة جدا فيه، أكيد ما بيأثر بشيء، يعني بس أقصده على بطاقة وشي لان لنفوت بدك تقطع بالاف اي ام بلبيني بسرعه، حيلا ورقه عايزينها، حيلا سبورت، ما بيتاخر بشيء يعني، بس الوضع اكيد بيحشره، ما في يعمل بطولات بلبنان لانه الوضع العام كله منه منيح يعني، وعدد الدراجين بلبنان منه كافي لحتى البادجت يعوضوه، يعني اذا بدك هاي المشكله.
رفيق، الإعلام اللبناني كيف عم بيتعاطى مع المغامرة تبعيتك؟ يعني اليوم شخص عم بيحط هالقد جهد وعم بيحط هالقد مصاري وعم بيحط هالقد هدف عالي، كيف الإعلام بلبنان عم بيتعامل معك أو الوسط الرياضي اللبناني؟ هلا مؤخرا صار منيح. هلا هذا الاعلام فيه شقفتين، انا اول شيء ما كنت كثير اطلع على الاعلام لانه هي الرياضه بعملها لانه بحبها، يعني مش تجيب شهره او لجيب شيء بس، ولكن الطريق اللي نقيتها سو دكار عايز اذا بدك شوي هالراعيين للالي السبونسرز يكونوا عم ببينوا اكثر على الاعلام وينحكى فيهم، مشان هيك اذا بدك حكينا الاعلام وكان في تجاوب، يعني ما حدا قصر لحديت هلا بين محطات بين جرايد بين سوشيال ميديا الكل شيء عم يشغل عليه، يعني حطينا اذا بدك بلان ميدياتيك كيف لازم تنشغل الامور من هلا لست اشهر بشكل يصير في تغطيه وينحكى وينعرف فيها، اكيد كله لقصه الدعم وتسهيل الامور يعني. نعم اكثر نعم من للشهره يعني. طبعا ما بدك شهره يعني على اللي عم تعمله بكل انواع الرياضه، انت زلمه معروف بالرياضه اللبنانيه، يعطيك الف عافيه. بدي اسالك، في عندك 8 مراحل ببطوله العالم للراليات، صرت عامل منهم 2 وبكل مرحلة عم تخضع لمعسكر قبل الرالي، هالمعسكرات قديه عم بيفيدوك خصوصا انه ما فيك تتمرن بلبنان، والمدربين يلي عم بيشوفوك او الاخصائيين بهيدا النوع من السباقات شو عم بيقولوا لك؟ هلا المنيح بهالشافة الطريقة اللي حطيناها، يعني مثل ما قلت لك بالاول انا وقت بدي اعمل كل شغله بدي اعملها مزبوط، يعني وقت بلشنا موتوكروس رحنا على سويسرا اللي دربني هو بطل اوروبا، دربت معه تقريبا سنه لا قدرنا فتنا بالموتوكروس. هلا للرالي اوريدي الباك جراوند تبعي انا الاتلت او الرياضي كثير منيح، القصص اللي انا ما بعرفها رحت على الناس اللي بيعرفوها اللي هي قصه النافيجيشن او اذا بدك كيف تعرف الطريق بالرالي، لانه الرالي بيعطوك الوراق او النوت بوك قبل بربع ساعه من ما تقلع، انت بدك تقلع تصير تقرا وتسوق، كانه اذا بدك لاشرحها اكثر كانه في كو بايلوت حدك بس انت بدك تعمل كل الشغل، مشان هيك فئه الدراجات تعتبر هي الاصعب بدكار حتى، لانه بالسياره هن اثنين، اول شيء الدرايفر عم بيسوق الثاني عم بيقول له اذا بيروح شمال بيروح يمين بخفف سرعته بزيد سرعته، هيدا الشغل تبع الكو بايلوت بدك تعمله انت، انا هون كنت ضعيف بهي الشقفه اضطريت روح لاعمل معسكرات تدريب، نقيت اول معسكر تدريبي مع بيانكي براتا، بيانكي براتا هو برتغالي عامل 12 مره دكار و12 مره مخلصهم بلا غلط، اللي هو اذا بدك يعتبر المخضرم بقصة النافيجيشن اللي هي المسارات كيف تعرف المسار. خلصنا منه عملنا معسكرين، معسكر طويل ومعسكر يومين اللي هن مجموعهم تقريبا بيطلع جمعتين، خلصت رحت على معسكر تاني اللي هو بالصحراء، هيدا كان بالبرتغال طبيعة الأرض عندك غابات عندك مفرق شمال يمين عندك كذا، الطبيعة الثانية اللي عايزها أنا لدكار هي الصحراوية لأنه دكار هلا عم بيصير بالسعودية وعايزين صحيح. الطبيعة الصحراوية رحنا عند أروناس اللي هو ربحان دكار مرتين، ربحان الفئة الأصعب بدكار اللي هي تعمل كل شيء لحالك بلا ما يكون معك مساعد بلا ما يكون معك ميكانيكال بلا ما يكون معك شيء، يعني بتوصل بتغير دوليبك بتغير الزيت تعمل كل الشغل انت، ربحانها سنتين ورا بعضهم. عملت معه كمان معسكر تدريبة لأربعة أيام، والفضل الأساسي إذا بدك بهالشقفة كلها هو شريكنا نحن للأميكس أكاديمي هو محمد البلوشي اللي هو عنده نفس الشيء مثل عنا الأكاديمي اللي موجودة بعبرين بلبنان موجودة بدبي تحت سقف الأميكس رايد والأميكس أكاديمي، هو كان إذا بدك شوي اللي هو أخذ بطولة العالم بالباها سنة الماضي والقبلة، هو المحمس أو المشجع الأساسي لروح بهالاتجاه، لأن وقت أطلع سابق بدبي عم بيشوف المستوى اللي انا واصل فيه للياقه البدنيه والسواقه وعم بيقول لي حرام تروح صوب بطوله العالم، وهو اللي شجعني اذا بدك انه هلا صار لازم روح. أيها طيب اليوم بس تروح على دكار اليوم سبق صعب كثير بده امكانيات وبده فريق عمل الى جنبك، كله مأمن ولا رفيق مثل على الطريقه اللبنانيه بيعمل كل شيء؟ لا والله هذه اكيد مش على الطريقه اللبنانيه لانه دكار على الطريقه اللبنانيه ما بينراح. عندي فريق هلا عم بمضي مع هوسكفارنا لدكار من البايك للاسيستنت
لكل الخبريه. هلا عندي السبونسر تبعي اللي هو للبنان هو موتول، عم ينحكى اذا بروح على الفئه الاصعب بعد ما تاخذ القرار، اذا بروح انه انا اعمل السيرفيس تبع البايك كلها. وهلا اتامن لي كمان معسكر تدريبي لقصه كل شيء ميكانيكال ترابل شوت، واذا صار معك عطل ميكانيكي وقفت ترمبا، لان انا الباك جراوند بزنس وباك جراوند جامعه، ماني مش دارس ميكانيك ولا شاغل ميكانيك. كمان عم نعمل معسكر تدريبي لحتى لي اذا صار عندنا عطل ميكانيكي بقلب المرحله او بقلب هيدا، يكون الواحد عارف شو بده يعمل، عارف شو بده يفحص، عارف كيف بده يشتغل، في بروسيجرز 1 2 3 بتشيك هاي بالاول هاي بالثاني. كل هيدول اكيد بتاخذهم من ناس مرقه فيها وشغلتها. هلا عم ينشغل مع شخص اسمه بنجامان ملو اللي هو كمان طالع ثالث بدكار بالاوريجينال باي موتول اللي هو بيعمل كل السيرفيس. عندنا معه ب 23 هذا الشهر كمان معسكر تدريبي ليومين لحتى لي يخدمنا بهالشقفه. اذا بتطلع على الصوره من فوق بتلاقي انه الخطه اللي محطوطه خطه مرتبه فيها مبكله من كل الجهات. من كل الجهات، ايه اكيد مش على الطريقه اللبنانيه، لانه هاي الطريقه اللبنانيه ما فادت بشيء. لا لا، اخر سؤال قبل ما اشوف فيديو انا وياك، سبق انه مرق عنا بنشره الاخبار من رالي حائل التتويج بالبرتغال، بدي اسالك عم تحكي عن الاكاديميه الموجوده بعبرين، في تالنت بلبنان او في ناس عم بيجوا يقولوا بدنا نسوق موتو؟ ايه عم يقطع عنا تقريبا بال 5000 ل 6000 فيزيتر على السكول بالسنه عم نحكي. بيبقى عنا الريشو واطي بلبنان، لانه كل التالنت او كل الناس اللي عندها بوتنشل مع الاسف عم بتفل. اللي عم يبقى عم بيكون عم بيعاني من مشاكل ماليه، اذا هو عنده الموهبه مش قادر يجيب موتو او مش قادر يامن السيفتي جير. هلا نحن كاكاديمي هون الهدف من الاكاديمي اكيد مش الربح المالي، لانه الهدف تبعها كل سنه تعمل سبونسر لرايدر او اثنين تامن لهم دراجات او تسهيلات لحتى يكون عندهم دراجات مع سيفتي جير. يعني كان عندنا وصل التيم عندنا اللي هو بس بسابق وصلوا ل 25 شخص كلهم سبونسر بالاكاديمي. هلا اكيد وقت الازمه بلبنان واللي صار، وصار الدولار هلا صار باخر الدنيا، خففنا الوضع، بقي التيم هو ذاته خف شوي، ناس طلعت على فرنسا، ناس راحوا على دبي، نزلنا تقريبا ل 12 شخص بس، هذا اللي ماكسيموم قادرين نعمله. في مواهب اكيد، في مواهب بس ما في سبورت لهالمواهب. يعني الشخص اللي بيكون عمره بتبين الموهبه لتقدر تنميها بين ال 14 وال 16 سنه بده يكونوا اهله عم يدعموه، اهله خيفانين عليه، الكالتشر عندنا ما بتساعد لانه ما هم فهمانين قديش هي سيف، هي مثل اقل ريسك تبعها من السكي، بس يكون الواحد عارف. هلا لازم نوضح هيدي على الهواء، لانه نحن مثلا بنحط على النيز بنحط ني بريسز، بسكي ما بحطوا، ما بتشوفهم غير عاملين المروحين ركبهم، صح؟ بنحط تشست بروتكشن، بنحط هلمت، اجباري كل هدول. يعني الواحد وقت يوقع بيوقع كانه روبو كله بلاستيك. هلا كيف بيوقع بروحوا حالهم وقت بيكون ما في مسؤوليه، بياخذ الموتور بيطلع الطريق بقبقب بيجي بالسياره بيطلع سياره من المفرق. للاسف يعني اشتغلنا مع كذا منظمه بلبنان موجودين لحتى نساعد بالتوعيه، انه يا جماعه لبنان منه خرج سواقه الموتور على الزفت، روحوا صوب الاوف رود، روحوا صوب الحلبة المسكرة، تنبسطوا بالسبور بلا ما تكونوا عم تشكلوا حالكم بالخطر وغيركم للخطر. شوي ما في تجاوب من المجتمع، لأن اليوم بيفرقوا مثلا انت وماشي للأسف على للأسف بيزيح يمين بلا ما يعطي إشارة، إذا أنت على الموتو شو بتعمل؟ بتعمل سحر؟ بتختفي. أو مثل للأسف رفيق لازم إيه، هدول يعني جربنا نعمل توعية عليهم نحن، بس إنه بلبنان قصة التوعية ما بتجيب نتيجة أنا برأيي. بدي اختم انا وياك، نحن عم نشوف فيديو، بدي منك تخبرني، عم نشوفه انا والمشاهدين وانت، تخبرني شوي بحائل. يعني هون عم نشوفك باول رالي من بطوله العالم، تحضيراتك لها، شو صار معك بحائل؟ كمان يعني تاخرت وصار في معك اعطال ميكانيكيه بحائل. كنت تقريبا ثاني ترتيبي، راح مع الدولاب ورا، كنا في مرحله صخور، انا على صخور عندي ادفانتج على غيري اللي بيسوقوا بس صحراء، انه طبيعتنا نحن صخور هون، سو كبست زياده لحتى لعود الفرق لعلي البوينتس. راح مع الدولاب، نحن بنحط دولاب بسموه موس، يعني بقلبه كله مثل اسفنجه مضغوطه، انخزق بقلب الدولاب.
فهذا الشيء جبرني بطئ شوي، ما عاد اقدر اشوف النافيجيشن صارت تهز كلها لانه صار دولاب مثل ينطنط. وبس وصلنا بمرحله الزفت اللي هي كانت 140 كيلومتر اهترى الدولاب وكب كل شيء لبرا. هلا اكيد انا كنت بالترابل شوتينج وهدول اللي بنعملهم عندي الطرق اللي بدي اعملها، عبيناه رمل، عطانا رمل وحطينا له زيب تايت شديناه مشينا 60 كيلو، رجع كمان انخزى حطينا له رمل ومي وحطينا زيب تايت فينا لوصلنا. وصلت على المرحله وقدرت حافظ على الثالث لانه هاي الخبريه ضيعت لي تقريبا كل الوقت اللي جايبه، ضيعت فوق الساعه وربع بين ما نوقف ونظبط الدولاب ونرجع نبطئ بالمرحله السبيسيال اللي كان سريع. خسرتني المرحله الموقع الثاني، بس عم بيكون افونتاج انه عم بيكون حاطط فرق عن الرابع، يعني عم بكون مرتاح بالساعه ونص ساعتين. وهلا عم شوف انا وياك رفيق تتويجك برالي البرتغال بالمركز الثالث، هذا الفيديو الوحيد اللي عنا اياه، انت وعم عم تستلم الدرع او الجائزه تبع المركز الثالث. بدي اقول لك رفيق مبروك على كل شيء عم تعمله، وان شاء الله نشوفك بدكار، واذا قادرين نساعدك اعلاميا قد ما بنقدر نساعدك عبر شاشتنا اهلا وسهلا فيك. اول ما تلاقي انك لازم تطل اعلاميا نحن جاهزين لكل الشباب اللبناني اللي قادر يحقق لنا اشياء برا. بدي اتشكرك على اطلالتك، وبدي منك هيك باقل من دقيقه نختم هاي الحلقه. انا بشكرك لك كمان على كل شيء، انه اليوم نحن عم نطلع عم نسمع العالم. انا اللي بهمني من كل الاطلاله يفهموا هالرياضه دي حلوه وقديش سيف اكثر من ما هي. انا التشالنج حاطه لحالي بس، وانا بحب القصص الخطره انا بروح فيها، بس هي لازم تكون انفايرمنت سيف للعالم جربها وتنبسط فيها. باوروبا مثلا عندك 4 مليون رايدر، لبنان مش قاطعين ال 200، ويتضبضبوا عن الطرقات ما يزعجوا العالم، يعطوا فكره حلوه عن هالرياضه. وهذا اذا بدك المسج اللي لازم يروح. هلا بس نوصل اذا الله وفقنا وصلنا على دكار اكيد رح تكون منيحه للبنان يعني. بس انا هيدا تشالنج، هيدا تشالنج صار لنا كلنا رفيق، لكل الوسط الرياضي. بدي اتشكرك، اتمنى لك التوفيق بمراحل بطوله العالم وتوصل على دكار بخير وسلامه. بشكرك على اطلالتك معنا، وبدي اقول للمشاهدين انه هيدي كانت حلقه ريبلاي هيدا الاسبوع. انا بشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده. الى اللقاء.